يعرفون بأنه الخيار الأول في تنفيذ ركلة الجزاء حتى على مستوى الخيارات في تنفيذ ركلة الجزاء. معروف بأن الكرات الثابتة رقم واحد هو بعض الوصفة، معروف بأن ركلة الجزاء يوسف العربي هو رقم واحد. شوف المعركة شوف كاس يوسف هذا يتلاعب بالمدافعين هكذا يصطاد ركلة الجزاء، ركلة جزاء صحيحة 100%. ظلمنا في مباراة الذهب بتغاضي الحكم الكاميروني عن ركلة الجزاء الأولى، لكن المالي محمد كيطا كان قراره سليما. على ماذا يحتاج لاعب الراس الأخضر؟ على ماذا يحتاج؟ ضربة جزاء لا غبار عليها، وفعلا الخطأ كان موجود في حق اللاعب سفيان بوفاد. إذن العربي لحظة التركيز هنا سجل في مباراة الذهاب، هل يعيد الكرة في مباراة الإياب؟ يوسف العربي بلغة الأرقام 38 هدف منذ التحاقه بنادي غرناطة، 10 أهداف هذا الموسم في الليغا الإسبانية، أهداف يمكن غابت نسبياً مع المنتخب المغربي، ولكن هدف بعد آخر، هدف في مباراة وهدف في مباراة العودة، هذا يعطي الثقة أكبر ليوسف العربي. ولكن دعونا ننتظر بالتالي الإنذار الأول مشاهدة كرام، وبالتالي الرأس الأخضر سيكمل اللقاء بعشرة لاعبين. هو العربي يصعد لتنفيذ ركلة الجزاء أمام أنظار إيرفيرنا، العين الخضراء على الشباك وعين العربي على الثاني في مرمى الرأس الأخضر بعد لقاء الذهاب. إذن يوسف العربي ينتظر إشارة الحكم المالي، العربي يتقدم يوسف. الحكم ماذا يقول؟ بعض اللاعبين تقدموا قبل انطلاقة يوسف العربي في هذه الأثناء. إذن الانطلاقة المرة الثانية، العربي كل الأمال يا العربي في هذه الركلة، ركلة الجزاء ربما ستغير من وجه المباراة، خاصة وأن الرأس الأخضر سيكمل اللقاء بعشرة عناصر. هل تكون في الشباك يا إيرفي؟ نعم انتظرها، ممكن في الشباك يوسف العربي. إذا لحظة التركيز والكل يترقب، لاعبين احتياطيين والجمهور، إذا يطلق الإشارة يوسف العربي، يوسف العربي هو 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 جول العربي، 1-0 للمنتخب المغربي. فعل في مباراة الذهاب يكرر نفس الإنجاز في مباراة العودة ويخلي الأجواء هستيرية في مدربه المنتخب المغربي، هو اللي كان متوتر منذ بداية المباراة. العربي على طريقته هذه المرة في الجهة المعاكسة، يا جوزيمار خذ عندك في الشباك، العربي لا يضيع، العربي لا يضيع في مثل هذه المناسبات مع الاندلسي غرناطة، يسجل الهدف. اذا 1-0 المنتخب المغربي يتقدم، وشير بان منتخب الراس الاخضر يلعب في 10 عناصر فقط، يلعب في 10 عناصر فقط. مشاهدينا الكرام طبعا نتحدث عن الثوابت الرئيسية، ولكن ايضا بادرة اكثر من رائعة من الإدارة التقنية، وأيضا باستشارة مع إيرفيرونا اللي كانت أيضا عنده الشجاعة والجرأة لاستدعاء بعض اللاعبين.